السلام عليكم ثامن، اليوم حنحل أسئلة صفحة 131، أسئلة الدرس استكشاف الفضاء. السؤال الأول، فسر كل مما يأتي. ألف، تزود المركبات الفضائية بالأكسجين. ليش المركبات الفضائية تزود بالأكسجين؟ لأن الأكسجين وقود لهذه المركبات. ب، لا تستطيع المجسات الغاطسة الهبوط على سطح الكواكب الغازية. وين جاوبته أنا فوق؟ ليش المجسات الغاطسة ما بتقدر تهبط على سطح الكواكب الغازية وإنما تغوص أو تغطس داخلها؟ تغطس لأن كثافة المجسات الغاطسة أكبر من كثافة الغلاف الصخري لهذه الكواكب الغازية، فعشان هيك ما بتقدر تظل على سطح الكواكب الغازية وإنما تغطس. السؤال الثاني، ما وسيلة ارتياد الفضاء التي توصف بما يأتي؟ ألف، بدي تختار وسيلة الفضاء أو وسيلة ارتياد الفضاء المناسبة. ألف، تدور حول القمر ولا تحمل بشرا. من اسمها لا تحمل بشر، إذا إيش حتكون؟ مركبات فضائية غير مأهولة أو القمر الصناعي. ب، تدور حول الأرض وهي معدة لاستقبال رواد الفضاء، يعني بتقدر تستقبل رواد الفضاء، إذا إيش حتكون؟ مركبة فضائية مأهولة. طيب، تنطلق من الأرض كصاروخ وتعود كطائر. اللي هو مين؟ مكوك الفضاء، مكوك الفضاء. سؤال ثلاث، يتم إنشاء المراصد الفلكية غالباً على قمة من الجبال لإبعاد كل ما يمكن أن يؤثر في دقة عملية الرصد. المراصد الفلكية تبنى على قمة من الجبال عشان تكون عملية الرصد دقيقة، ومع ذلك يبقى الغلاف الجوي عائقاً أمام عملية الرصد. بس في عندي مشكلة هي الغلاف الجوي، برأيك ما الحل وما الذي فعله العلماء للتغلب على هذه المشكلة؟ كيف حلوا العلماء هذه المشكلة؟ حلوا العلماء هذه المشكلة أنهم قاموا برحلات فضائية مزودة بمعدات للقيام بالتجارب على سطح الفضاء. تمام، انهم هم يعني يطلعوا برحلات فضائيه، وهاي الرحلات الفضائيه فيها معدات وفيها المختبرات اللازمه لاجراء العديد من التجارب. سؤال اربعه، رتب احداث استكشاف الفضاء الاتي على الخط الزمني. معطيك هون احداث استكشاف الفضاء بدي ترتب ليها على الخط الزمني بناء على التاريخ. هلا في عام 1608 تم صنع اول مقراب فلكي، هون نكتب صنع اول مقراب فلكي. 1957 هي اطلاق اول رحله فضائيه ماهوله اللي كانت تحمل مين؟ الكلب، صح؟ في عام 1961 هبوط أول إنسان على سطح القمر. في عام 1969 إطلاق أول قمر صناعي. في عام 1984 إطلاق قمر صناعي العرب سات. وآخر إشي عام 1998 بناء المحطة الفضائية الدولية. تمام؟ طيب اليوم كمان رح ندخل في الدرس الجديد، هو ارتياد الفضاء. ارتياد الفضاء يعني العلماء قدروا يكتشفوا وسائل عشان ننقلهم على سطح على الفضاء، وفعلا رواد الفضاء كانوا يعيشوا في الفضاء داخل مركباتهم ومدة من الزمن، ولكن الظروف الموجودة على الفضاء بتختلف اختلاف كبير عن تلك الموجودة على الأرض. مثلا كيف الظروف الموجودة بالفضاء تختلف عن الظروف الموجودة على سطح الأرض؟ إنه ما في بالفضاء هواء، فلا هواء في الفضاء، هي واحد. اثنين، درجات الحرارة بترتفع وبتهبط بشكل كبير، يعني فجأة بترتفع بصير حرارة عالية، فجأة بتنزل بصير حرارة جدا منخفضة، وأيضا الشمس يصدر عنها إشعاعات في غاية الخطورة. إذن رواد الفضاء قدروا أنهم إيش في مركباتهم يعيشوا مدة زمنية خارج الأرض، ولكن بتعرضوا إلى ظروف تختلف عن الظروف الموجودة على سطح الأرض، وذكرناهم إيش هم هاي الظروف. هلا رواد الفضاء حكينا يا ثامن يعانوا من مشكلات، من هاي المشكلات أول مشكلة، هلا بنبلش بالمشكلات بعدين نرجع للاستكشاف والتفسير. من المشكلات التي يعانون منها رواد الفضاء، أول مشكلة حالة انعدام الوزن داخل المركبة الفضائية. داخل مركبتهم الفضائية ما بيكون في ما يعني بيكونوا هيك في حالة من انعدام الوزن، يعني بضلهم طايرين. ليش بضلهم طايرين؟ لأنه ما في عندي جاذبية أرضية في الفضاء. تمام، إذا حالة انعدام الوزن داخل المركبة الفضائية بيظل رواد الفضاء إيش؟ طايرين داخل مركبتهم الفضائية لأنه ما في جاذبية أرضية. طيب هلأ نتيجة حالة انعدام الوزن يا ثامن شو بصير عندهم رواد الفضاء؟ نقص في فيتامين أو نقص في الكالسيوم، إذا يصبح عندهم نقص في أجسامهم، نقص في الكالسيوم. طب نتيجة نقص الكالسيوم بتسبب عندهم أمراض خطيرة مثل هشاشة العظام وتسوس الأسنان. إذن بصير في عندهم هشاشة عظام وتسوس أسنان. طيب شو سبب نقص الكالسيوم في جسم رائد الفضاء؟ سبب نقص الكالسيوم في جسم رائد الفضاء هو عدم الضغط على العظام في حالة انعدام الوزن. إذن أول مشكلة تواجه رواد الفضاء هي حالة انعدام الوزن داخل المركبة الفضائية، بظل رائد الفضاء داخل المركبة الفضائية طاير. ليش؟ إنه ما في جاذبية أرضية على الفضاء.
ولما ظلوا رواد الفضاء فترة أو مدة زمنية طويلة داخل مركباتهم الفضائية بصير عندهم نقص في الكالسيوم، ونتيجة نقص الكالسيوم بيصيبهم أمراض خطيرة مثل هشاشة العظام وتسوس الأسنان. طب ما سبب نقص الكالسيوم في جسم رائد الفضاء؟ سبب نقص الكالسيوم هو عدم الضغط على العظام في حالة انعدام الوزن، لأنه ما في شيء يضغط على عظامهم، لا يوجد شيء يضغط على عظامهم. هلأ المشكلة الثانية التي تواجه رواد الفضاء هي وجود جسيمات مادية تملأ الفضاء. هاي الجسيمات المادية إيش مصدرها؟ مصدر الجسيمات المادية مصدرها الغبار ومخلفات المركبات الفضائية السابقة. إذن المشكلة الثانية التي تواجه رواد الفضاء هي وجود جسيمات مادية تملأ الفضاء. طبعا هاي الجسيمات المادية ما مصادرها؟ الغبار، لها مصدر أول هي الغبار موجود بالفضاء، وأيضا مخلفات المركبات الفضائية السابقة. طبعا هذه الجسيمات المادية بتشكل خطورة كثير كبيرة لرواد الفضاء. كيف؟ هلا بالرغم إنه حجمها كثير صغير، ولكن إذا مرقت مثلا مركبة فضائية، طبعا المركبة الفضائية سرعتها جدا عالية، لأن لما تمر هذه المركبة الفضائية ذات السرعة العالية وتصطدم بهذه الجسيمات المادية، إيش بيصير فيها؟ تتدمر هذه المركبات الفضائية. تمام. إذا المشكلة الثانية هي وجود جسيمات مادية تشكل خطورة على رواد الفضاء، وبدنا نعرف شو مصدر الجسيمات المادية. مصدرها غبار ومخلفات المركبات الفضائية السابقة. هل المشكلة الثالثة هي عدم قدرة رواد الفضاء على التكيف، اللي هي عدم التكيف. كيف يعني عدم التكيف؟ هلا أول ما بيصعدوا رواد الفضاء، أول ما بيصعدوا إلى الفضاء بصيبهم ضعف في العضلات. ليش؟ لأنهم ما بيقدروا يستخدموها لقلة استخدامها، وأيضا بصيب القلب والأوعية الخمول. إذا عدم التكيف المشكلة الثالثة هي عدم التكيف. كيف يعني عدم التكيف؟ أول ما بيصعدوا رواد الفضاء بيصيبهم ضعف في العضلات لقلة استعمالها، وأيضا ينتاب القلب والأوعية الخمول. المشكلة الرابعة هي التعرض إلى الإشعاعات الخطيرة. شو هي الإشعاعات الخطيرة؟ هي الإشعاعات التي تصدر من أشعة الشمس. طب متى بتزداد خطورة هذه الإشعاعات؟ تزداد عندما يخرج رائد الفضاء وبيغادر مركبته عشان يقدر يشتغل خارجها. طبعا رواد الفضاء لما بدهم يجوا يصعدوا الى الفضاء لازم يكونوا بيرتدوا ملابس معينه خاصه، لازم يرتدوا ملابس خاصه عشان يقدروا يعيشوا مع الظرف المحيط فيهم. تمام. هلا بالنسبه للاستكشاف والتفسير، هاي الاسئله يعني تابعه لك ولزميلك، بس بدنا نحل احنا الجدول. هلا في عندي المشكلات، من المشكلات اللي تواجه رواد الفضاء انعدام الوزن. طب شو المخاطر الناجم عنه؟ حكينا امراض خطيره مثل هشاشه العظام وتسوس الاسنان، لانه بتقل عندي نسبه الكالسيوم. الاشعاعات الكونيه، منين تصدر الاشعاعات الكونيه؟ من الشمس. هاي الاشعاعات الكونيه خطيره على المركبه الفضائيه وعلى رائد الفضاء. انعدام الاكسجين، فيش عندي، فلا فيش هواء اصلا بالفضاء، ويعني انعدام الاكسجين، فبالتالي صعوبه في التنفس، ما بيقدروا يتنفسوا، فباخذوا معهم اسطوانات اكسجين من سطح الارض حتى يقدروا انهم ايش يتنفسوا. هلا في عندي هون تطوير المعرفه. ادرس الشكل 7 الى 35 الذي يمثل المراحل التي يمر بها مكوك الفضاء في اثناء رحلته ذهابا وايابا. طبعا اخذنا مكوك الفضاء في الدرس السابق. هو شو بيحكي لك؟ الاستعانه بالمعلومات الوارده في الدرس، تعامل مع زميلك لكتابه الخطوات التي تتضمنها الرحله منذ لحظه الانطلاق الى العوده الى الارض، ثم نظم هذه الخطوات في عرض تقديمي وقدمه امام زملائك. طبعا احنا ما رح نعمل العرض التقديمي وهيك، بس بدنا نعرف انه المكوك عند لحظه اطلاقه بكون في عندي صاروخات دفع بينفصلوا عن المكوك، بعدين عندي خزان الوقود اللي فيه أكسجين برضه بينفصل عن المكوك، بينفصل طبعا وبيحترق في الغلاف الجوي حكينا. أما صاروخات دفع بيسقطوا وين؟ في المحيط، بكون معهم مظلات وبيسقطوا في المحيط. بعدين إذا أول شيء بينفصل عندي صاروخات دفع، بعدين بينفصل عندي خزان الوقود. هذا المكوك راح للفضاء، قام بالمهمة اللي هو مرسل لأجلها، بعدين طبعا بدخل بمدار معين، بدخل بمدار معين، بس يخلص مهمته بيخرج من المدار وبرد بيرجع إلى سطح الأرض مرة أخرى. تمام، بيرجع على سطح الأرض مرة أخرى. نرجع تقويم التأمل. السؤال الأول، لماذا تعاني عظام رائد الفضاء بعد قضائه مدة زمنية طويلة في الفضاء من نقص في الكالسيوم؟ ليش عظام رائد الفضاء تعاني من نقص في الكالسيوم؟ حكينا بسبب عدم الضغط على العظام، لأنه ما في إشي بيضغط على العظام، لأنه في عندي حالة من في حالة انعدام الوزن. السؤال الثاني، ما مصدر الجسيمات المادية التي تملأ الفضاء؟ إيش مصدر الجسيمات المادية؟ حكينا لها مصدرين، غبار ومخلفات المركبات الفضائية السابقة. طب وكيف تشكل هذه الجسيمات مصدر خطورة لرائد الفضاء؟ كيف هذه الجسيمات اللي حجمها صغير بتكون خطيرة على رائد الفضاء؟ عند اصطدام المركبة الفضائية السريعة في هذه في هذه الجسيمات المادية تؤدي إلى إيش؟ تدميرها. لهون نكون كملنا الدرس يا ثامن، والسلام عليكم ورحمة الله.